Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa al khair ya ahli fatul karimah. Masa al nur. Min fatul masmuk. Ismi Ruqayyah binti Lakin. Min ayy madrasatin ataiti? Ataiti min madrasa al mashhur di Banat. Fi ayy sanatin tadrusina fiha? Adrusu fi sana al khamisa. هل شاركت في مثل هذا البرنامج من قبل؟ لا ما شاركت ولو مرة. ماذا شعرت عندما علمت أنك من المختارين لمشاركة هذا البرنامج؟ أشعر بسرور وفرح. ما رأيك بهذا البرنامج؟ ما الفوائد التي حصلت عليها؟ تزداد مهارات اللغة العربية وأستوعب تقنية الإجابة على أسئلة SPM. هل برنامج مخيم عربي يفيدك؟ نعم، هذا البرنامج يفيدني كثيرا. حتى الآن ما هي الأنشطة التي شاركت فيها؟ شاركت بالأنشطة النحو والصرف والبلاغة والمقالة والمواقف والتقنية. هل هذه الأنشطة تساعدك كثيرا في تعلم اللغة العربية؟ نعم، هذه الأنشطة تساعدني كثيرا جدا في تعلم اللغة العربية بسهولة. إذا حصلت على علم نافع، ماذا ستفعل بهذا العلم؟ سأساعد أصدقائي في تعلم اللغة العربية وسأواصل الدراسة في الجامعة في تخصص اللغة العربية إن شاء الله. أحسنت يا أخي، وشكرا لك بهذا اللقاء المبارك. عفوا، اللقاء مع السلامة. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
يا صديقي أنت من أين؟ أنا من ياباني. ياباني. وفي الوراء أنت منين؟ بنغلاديشي. صح صح صح. شكله زي 100% زي بنغلاديش. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعوه فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة لله.